بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايين نتكلم معاكم عن الهالات السوداء اللي حوالين العين. ديت مشكلة كبيرة جدا موجودة عند اغلب الناس اللي بتقابلنا في العيادات. علشان كده كان من الضروري ان احنا نديكم كده شوية نصايح كده اساسية بالنسبة للهالات اللي حوالين العين. يا جماعة ممكن الناس اللي عندها ليه ما تكون عرضة للهالات اللي بتيجي حوالين العين، فلازم تعمل صورة فحص صورة دم كاملة عشان تتأكد ان انت ما عندكش انيميا. قد يكون الهالات حوالين العين بتكون بسبب قله النوم، قد يكون الهالات حوالين العين ممكن بسبب قله شرب الماء او نقص السوائل في الجسم، فلابد ان احنا في الاول والنهايه نبحث عن سبب. ما بنشربش كميات ماء كافيه يبقى نشرب كميات ماء كافيه، ما بننامش بدري ونصحى بدري يبقى ننام بدري ونصحى بدري، بنسهر يبقى خلاص نوقف السهر، يبقى لابد ان نبحث عن سبب المشكله اللي مسببه لنا هالات حوالين العين ونوقفها. تلقائيا لما نوقف هذه الاسباب هتبقى دافع قوي جدا ان احنا نتخلص من المشكله بشكل سهل. طب يا دكتور، من عنوان الحلقه بتاعتك روشته علاج هالات حوالين العين، يبقى احنا نعالج هذا السبب وممكن ناخد كريمات معانا. ايه هي الكريمات اللي انا بكتبها في العياده؟ تعالوا نكتبها مع بعض. يبقى روشته علاج هالات السوداء حول العين. اول حاجه مانيين نتكلم عن روشته علاج الهالات السوداء حول العين، نتكلم اول حاجه هنتكلم عندنا في الروشته بتاعتنا بنكتب حاجه اسمها شيت اوت كريم. ده عباره عن كريم دهان مرتين يوميا، ده كده رقم واحد. تاني حاجه بناخدها معانا برضو بناخد حاجه اسمها الفوكس كريم. الكيفيكس الفوكس كريم ده برضو كريم دهان مرتين يومي. بس زي ما قلنا في البداية لابد ان نبحث عن سبب الهالات اللي موجودة عندنا. هل عندنا انيميا فنعالج مشكلة الانيميا عشان الهالات تختفي؟ هل ما بننامش بدري؟ هل بنسهر كتير يبقى لازم ننام بدري ونصحى بدري؟ هل مثلا وليكن عندنا مشاكل اخرى هي اللي مسببة لنا زي نقص السوائل في الجسم، قلة شرب المية، ما عندنا نقص في الفيتامينات؟ يعني لابد ان نبحث عن سبب المشكله اللي موجوده عندنا ونحل هذا السبب علشان نستطيع. وممكن يكون معانا في الروشته بتاعتنا حاجات مساعده زي الشيل اوت كريم ممكن نستخدمه مرتين يوميا، وناخد الفوكس كريم برضو دهان مرتين يوميا. وبكده نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده. شكرا ليكم. كان معاكم دكتور احمد عطيه دهشان استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل. دمتم بصحه وعافيه. باي باي.